والعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن سعيد بن منصور وحسنه الألباني رحمه الله في الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: العم والد. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر العباس كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإن عم الرجل صنو أبيه، يعني من أصل واحد، فلا يفترقان، كما هو شأن النخلة الصغيرة التي تنبت مع نخلة أخرى. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وقال تعالى عن صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني قواه، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ومما يدل على أن العم والد قوله تعالى في شأن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، وذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ومعلوم أن يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأما إسماعيل فهو أخ لإسحاق، فيكون إسماعيل عليه الصلاة والسلام عما ليعقوب. مع ذلك قالوا: هو أب.